الله وبركاته. واهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناه تربيه وتسميد الاغنام الالف والياء. طبعا في البدايه قبل ما نتكلم عن اي حاجه احب اشكر كل من سال علينا. طبعا جاتني اتصالات كتير ورسائل كتير، يا باشمهندس تغيبت عننا، تاخرت عننا، تاخرت عن الفيديوهات. الحمد لله انا بصحه تمام، كل حاجه تمام، بس كان في فكره مشروع يعني كنت بعمل لها دراسه، وده ان شاء الله هيكون موضوع حلقتنا النهارده عن مشروع باذن الله. تحت الدراسة هنديك النتيجة الأخيرة بتاعته المطلوبة، وهنطرح الفكرة بتاعته إن شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة. وهو مشروعنا إن شاء الله، مشروع اللي كان بيتم فيه الدراسة الفترة اللي فاتت دي، هو مشروع تربية 1000 أم من النعاج طبعا، من الغنم. المشروع كبير طبعا الحمد لله، وتوصلنا بالدراسة الحمد لله لأقل تكلفة يومية. يعني النعجة إن شاء الله معانا هتصرف في اليوم ما يعادل 2 جنيه، يعني في السنة هتصرف حوالي 700 جنيه، من 700 ل 800 جنيه، كحد أقصى إن شاء الله هتصرف 900 جنيه. طبعًا دي أنا كمان بس هتمشي بعيد، طبعًا دي فكرة أساسية. التفاصيل لا، التفاصيل ديت إن شاء الله. الفكرة طبعًا المشروع الأول 1000 أم محتاج تمويل، يعني فكرة المشروع ده اما هيكون في طبعا ممول واحد، المشروع هيتكلف راس ماله حوالي طبعا بدون شراء، يعني هتبقى ايجار فقط لا غير، المكان هيبقى ايجار مش شراء. المشروع هيتكلف حوالي ال 1000 ام هيتكلف حوالي فوق 3.5 مليون او 4 مليون. طبعا قلنا المشروع هيتكلف من 3.5 ل 4 مليون، بس طبعا مش هندوره على مستثمر واحد، يعني ممكن المشروع يبقى نظام اسهم، نظام شراكه. يعني ممكن السهم يكون نحط السهم ب 100,000، بحيث 35 مشترك او 40 مشترك ممكن نعمل المشروع. حابب طبعا في مستثمرين كبار ما فيش اي مشكله. طبعا المشروع الحمد لله هيكون بالكامل تحت ادارتي، من شراء، من تربيه، من تغذيه، من بيع، ان شاء الله الاداره بالكامله من عندي. التفاصيل بتاعه المشروع دي على الخاص ان شاء الله مع بعض على التليفون. طبعا العدد ان شاء الله الهدف بتاعنا هيكون 1000 ام، ولكن يعني ممكن لو ما حصلناش على عدد كفايه من الممولين يعني ممكن نبدا ب 300 400 ونبدا في زياده. طبعا ده 1000 مبدئي، ده الهدف بتاعنا، بس احنا ان شاء الله هيكون الهدف اكبر من كده باذن الله، اكبر من كده. طالما في مكسب حلو ان شاء الله من وراها كمشروع، يبقى تكبر المشروع على قد ما نقدر باذن الله. من ناحيه ضمانات الحقوق، طبعا كل واحد عاوز يسيب جنيه عاوز يضمن حقه، مفيش اي مشكله، تبقى عقود شراكه مع اي محامي انت تجيبه من طرفك، ونعمله عقد شراكه، وبنحدد النسبه بتاعتنا، بتحدد النسبه بتاعتك، وكل حاجه بعقود مسجله ان شاء الله عند اي محامي انت تختار. اما طبعا الانواع اللي هندخلها، هندخل انواع كتير، يعني دي تفاصيل كلها لما نلاقي خطوه جد من المستثمرين. دي طبعا فكرتنا في الفيديو النهارده عن المشروع ده باذن الله. طبعا دي الوقت اللي فات ده كله دراسه في المشروع، اللي عاوز يعرف ايه اللي هنشتغله وايه اللي هنعمله. طبعا دي تعتبر فكره، مش فكره جديده، هي مش فكره جديده، بس اداره. قبل ما تكون فكره جديده هي اداره. النعجه ازاي تصرف معاك اقل تكلفه ممكنه في اليوم. طبعا ده بدون مراعي خالص. يعني كل ده هتكون الغنم في مكان مغلق. بغض النظر عن المكان اللي هتكون فيه، يعني مش هتطلع ترعى زي ما احنا شايفين الغنم كده بترعى في الارض ببلاش. اذا توفرت مراعي حواليها، طبعا صعب انك ترعى ب 1000 راس، ولكن عادي مفيش اي مشكله لو توفرت المراعي حوالين المزرعه. دي فكرتنا ان شاء الله النهارده. اي حد طبعا حابب يتابع معايا، حابب يشترك معانا ان شاء الله، الرقم التليفون في الفيديو اسفل الوصف ان شاء الله، الرقم بتاعي، يتصل. حابب يجي معايا يشوف، يستفسر عن المشروع بالكامل، انا مفيش عندي اي مشكله. رقم التليفون في الوصف اسفل الفيديو. وفي طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واستنونا قبل ما تقفل احمد، استنونا طبعا ان شاء الله هنبدا سلسله مع بعضينا. بالمتابعه طبعا بالمناسبه،
اللي حابب هيتابع المشروع، المشروع هيكون على القناة مباشرة، كل فيديوهات القناة إن شاء الله وربنا يسر الحال يتم تنفيذ المشروع الأرض الواقع. المشروع بتاعنا بالكامل هيكون بس مباشر، هيكون يعني الفيديوهات كلها تكون من أرض الواقع في المزرعة، يعني أنت هتكون متابع المزرعة وأنت قاعد في بيتك إن شاء الله من خلال القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.